بعد كده يا شباب ناخد ضغط الايه، ضغط الغاز. ضغط الايه، ضغط الغاز بيساوي يا شباب برمز بالرمز في هيساوي اف تقسيم، مش عارف هنا انا ممكن نقول ايه، هنا احنا قلنا الضغط بي، مش كده ضغط بي مثلا هيساوي طيب أو مثلا هنقول الضغط بي ده قانون الضغط يساوي مين على مين، يساوي اف ده قانون الضغط يا شباب، اف تقسيم ايه ده قانون الضغط. يعني هنا كده الضغط يتناسب تناسب طردي مع القوة، يعني تناسب طردي وتناسب عكسي مع مين، مع المساحة اللي هي ليه وحدة المساحة. فهنا كل ما يزيد الضغط كل ما تزيد القوة، وكل ما يزيد الضغط كل ما تقل المساحة، وكل ما تقل المساحة يزيد ليه الضغط. تمام كده يا شباب. طيب نكمل. طب ضغط الغاز بيقول لك هل سبق ان شاهدت شخصا يحاول المشي على الثلج او اللوح او على الاسفلت الساخن، وهل ينتعل حذاء كعب عالي زي ده، او ومن المحتمل ان تكون لاحظت غوص الكعب العالي في تلك السطوح اللين اللي هو ده. خلاص هنا طبعا المساحة قلت، فالمساحة قلت يا شباب العلاقة ما بينها، فبالتالي القوة ايه يا شباب هتزيد. هنا المساحة كبيرة فبالتالي القوة هيحصل لها ايه، القوة اللي هتأثر عليها ايه هتقل. ايه قوة صغيرة على وحدة المساحة، هنا قوة كبيرة على وحدة المساحة. ليه؟ لأن هنا المساحة قلت، هنا المساحة كبيرة عريضة هنا زي ما انتم شايفين. بسبب غوص قدم ينتعل كعبا عاليا، بينما لا يكون الأمر كذلك عندما لا ينتعل. في كلتا الحالتين يعتمد على القوة، القانون اللي احنا لسه كاتبينه، الضاغطة على السطح اللين في كلتا الحالتين، حيث تتوزع القوة الضاغطة. يبقى في الحالة دي قوة الضغط بتوزع على الايه، الحذاء ككل من أسفل، أما هنا بتكون مركزة فين، في المنطقة دي. في حالة انتعال حذاء مسطح يعرف بالضغط بأنه أهو القوة الواقعة، القوة الايه الواقعة خلال على وحدة المساحات، على وحدة الايه المساحات. طيب يبقى هو عبارة، الضغط عبارة عن ايه، الضغط تحفظ القانون ده اهي، الضغط بأنه القوة الواقعة على وحدة المساحات، ولذلك يكون الضغط الواقع على الحذاء المسطح الناعم على السطوح اللينة أقل من ضغط الايه الحذاء الكعب العالي. بيقول لك تبذل جسيمات الغاز ضغطا عندما تصطدم بجدران الوعاء المحصور فيه. يبقى هنا الجسيمات الغاز الغاز ضغطا عندما تصطدم بجدار الوعاء المحصور فيه، ولأن كتلة الجسيمات صغيرة فإن الضغط الذي تبذله هذه الكتلة صغيرة. بنتكلم دلوقتي على الجزيئات، رجعنا تاني على الجزيئات. وعلى أي حال فإن الوعاء الذي سعته لتر يمكن أن يستوعب 10^22 من جسيمات الغاز، وبهذا العدد يكون إيش من الجسيمات المحصورة معا داخل الوعاء، يكون الضغط الناشئ عن اصطدامها بالجدران كبير. ضغط الهواء، ضغط الهواء يحيط بالكرة الأرضية اللي هي طبقة الغلاف الجوي التي تمتد مئات الكيلومترات نحو الفضاء، ولما كان جسيمات الهواء
ده بقى على حاجة كبيرة، على نطاق واسع شبه. ولما كانت جسيمات الهواء تتحرك في كل اتجاه فإنها تبذل ضغطا، يبقى الجزيئات دي بتبذل ضغط في كل الاتجاهات. وهو ما يعرف يا شباب بالضغط الجوي، يبقى هو الضغط الجوي ده عبارة عن حركة الجسيمات اللي هي متباعدة عن بعضها بتبذل ايه الضغط، وهو ما يعرف ايش بالضغط الجوي او ضغط الهواء. ويتفاوت هذا الضغط من مكان لاخر، يعني على سطح الجبل مش زي على ايه على اسفل الجبل. تمام معانا كده شباب؟ في مكان فوق سطح الايه، ويتفاوت هذا الضغط من مكان لاخر فوق سطح الارض. ولان تاثير الجاذبيه من في سطح الارض كبير، فان الهواء بتكون تكون كثيرة وقريبة من سطح الايه الارض، بينما تقل كلما ارتفعنا الى اعلى. بكل ما طلعنا الى اعلى يا شباب ايه اللي بيحصل؟ الضغط الجوي بتقل، وحيث كل تأثير الجاذبية، يبقى كل ما تطلع لفوق الجاذبية بتقل وبالتالي الضغط يقل، ويكون عدد الجسيمات فوق المرتفعات العالية اقل، فيسبب ضغطا اقل من ضغط الاماكن المنخفضة. وكل ما تنزل لتحت مثلا في البحار على مستوى البحر الضغط يزيد، الضغط يزيد حيث يكون تركيز جسيمات الهواء فيها أكبر. ولذلك فإن ضغط الهواء في الأماكن المرتفعة أقل ما هو عند مستوى على سطح البحر، ويبلغ الضغط الجوي عند سطح البحر كيلو جراما لكل سنتيمتر مربع. طيب قياس الضغط الجوي، قالك لقد كان العالم الإيطالي تشورلي أول من صمم جهازا يبين الغلاف الجوي ضغطا، اللي هو الشكل اللي قدامك ده، أول من أثبت وجود ضغط الهواء. فقد لاحظ أن مضخة الماء، مضخة الإيه؟ الماء، لا يمكنها أن تضخ الماء إلى ارتفاع يتجاوز 10 أمتار. وقد افترض أن ارتفاع السائل في أنبوب يختلف باختلاف كثافته. والاختبار هذه الفرضية، يبقى ده بقى دي الفرضية اللي حطها مين؟ تشارلي. والاختبار هذه الفرضية صمم تشارلي جهاز كما واضح بالشكل الذي أمامك. خلاص هنا كده، ده ضغط عمود الزئبق حوالي 760 ملي متر، وهنا طبعا الضغط الجوي، وهنا فوق فراغ. حيث شوف بقى عمل ايه بقى الجهاز بتاعه، حيث ملأ أنبوبا زجاجيا رفيعا مغلقا في أحد طرفيه، طرفيه بالزئبق، وأغلق الطرف الآخر بإبهامه من فوق كده لكي لا يسمح للهواء بالدخول. ثم نكث هذا الإيه الأنبوب في حوض مملوء بالإيه الزئبق، يعني الحوض ده كده بكله إيه يا شباب زئبق. ولاحظ انخفاض عمود الزئبق إلى كام؟ 76 سنتيمتر، وهذا يؤيد فريضات تشورلي، لأن كثافة الزئبق أكبر من كثافة الماء 14 مرة تقريبا. وبناء على تجربتي يعرف الضغط الجوي بأنه وزن عمود من الزئبق. يبقى في تجربة تشورلي تعريف الضغط الجوي إيه؟ أنه وزن عمود من الزئبق طوله 76 سنتيمتر، 76 إيش؟ سنتيمتر أو 760 مليمتر. البارومتر، قال لك يدعى الجهاز الذي صممه تشارلي البارومتر، يبقى ده كده الجهاز اسمه ايه يا شباب؟ اسمه البارومتر، وهي أداة تستخدم لقياس الضغط الجوي. وكما أوضح تشارلي فإن ارتفاع الزئبق، مستوى الزئبق في البارومتر عن سطح البحر كام؟ 760 مليمتر، اللي هي كام؟ 76 سنتيمتر تمشي. ويحدد ارتفاع الزئبق قوتين، إحداهما الجاذبية الأرضية المؤثرة في الزئبق بقوة ثابتة الأسفل، يبقى أول قوة الجاذبية الأرضية، والأخرى المعارضة للجاذبية واتجاه الأعلى، وتكون بفعل الهواء الضاغط على سطح الزئبق إلى أسفل، ويتغير ضغط الهواء بتغير درجة الحرارة ورطوبته. يبقى ضغط الهواء بيتغير درجة الحرارة وإيه والرطوبة. المانومتر ده جهاز تاني، أداة تستخدم لقياس ضغط الغاز المحصور، ده كده اسمه جهاز المانومتر اللي هو قدامك. هنا طبعا طرف مغلق، وهنا ايه هنا كده في فراغ، وهنا في غاز. هتفتح الغاز من هنا هتلاقي ايه الغاز التاني كده، وبالتالي هنا طبعا مفيش حاجة، فهنا مستويين،
مستويين واحد نفس المستوى، لكن لما تفتح الغاز اللي هنا هتلاقي الغاز اتحرك ورفع ده. هنشوف بقى الارتفاع ده، مقدار الارتفاع ده قد ايه. يصبح مستوى ارتفاع الظبة غير متساوي في طرفي الأنبوب عند دخول الايه هنا كده الارتفاع ايه متساوي. المانومتر هي أداة تستخدم لقياس ضغط الغاز المحصور، ويتكون من دورك متصل بأنبوب على شرف يو، على حرف يو اهو، يبقى دورك وادي حرف يو مملوء بالزئبق كما موضح بالشكل التي أمامك. يعني ده كده اللي بتدخل ده كده يا شباب اسمه زئبق. وعند فتح الصمام اللي هو ده الفاصل بين الدورك والأنبوب تنتشر جسيمات الغاز من الدورك إلى الأنبوب، وتعمل الجسيمات المتدفقة على دفع الزئبق إليه إلى أسفل الأنبوب، ويتم إيجاد ضغط الغاز في الدورك عن طريق حساب الفرق بين ارتفاع مستويين الزئبق في الطرفين. اللي هنا هناك انفتحت مستوى، هنشوف بقى نقيس المسافة دي وهنشوف الإيه الفرق في الضغط. وحدات قياس الضغط، أن وحدات قياس الضغط هي باسكال نسبة عامل الفيلسوف الفرنسي اللي هو باسكال عام 1923 و1962، وقد اشتقت وحدة باسكال من وحدات قياس القوى الايه العالمية نيوتن. يعني نيوتن تعتبر هي ايه باسكال، وتساوي وحدة باسكال مقدار قوة نيوتن لكل متر مربع. يبقى واحد باسكال هيساوي واحد نيوتن لكل متر مربع. وما زالت مجالات كثيرة من العلوم تستخدم الوحدات التقليدية لقياس الضغط، فعلى سبيل المثال يستخدم مهندسون الضغط على أنه الأرطال لكل بوص مربع، ويسجل الضغط المقياس باستخدام البارومتر المتر بالمليمترات الزئبقية اللي هو مليمتر زئبق. وهناك وحدتان أخرتان اللي هو التور والأخرى البار. احنا كده دلوقتي عندنا كام وحدة؟ عندنا باسكال، عندنا الأجهزة طبعا المانومتر والبارومتر، عندنا مليمتر زئبق، عندنا التور، عندنا البار. هنا ويصل متوسط ضغط الهواء عند سطح البحر عند درجة حرارة صفر كام؟ 101 كيلو باسكال 3. ويسجل ضغط الهواء في العادة بوحدة قياس الضغط الجوي اللي هو اتوم، حيث يساوي ايه بقى الضغط الجوي؟ يساوي 760 مليمتر زئبق او 760 تور او 101.3 كيلو باسكال اللي هي اللي قدامك دي. التحويلات كملنا الحصة القادمة ان شاء الله.